المرض أو الداء أو العلة هو حاجة مش طبيعية تصيب جسم الإنسان أو عقل الإنسان وبتسبب للإنسان انزعاج أو بتسبب ضعف في وظائف اللي في جسم الإنسان أو عقل الإنسان أو بتخلي الشخص المصاب يحس بإرهاق مع انزعاج ويسميه الناس أحياناً باعتلال الصحة أو السقم. في فيديو اليوم هنتكلم على المرض وإيه هي أحسن الطرق اللي بتساعدنا لما بنمرض. خليك معايا وهنتكلم عنها بعد الفاصل. كلنا أكيد جربنا المرض وكلنا بنعاني من المرض. لو ما كناش بنعاني من المرض فأكيد عانى منه حد من قرايبنا أو من معرفنا أو من صحابنا، وممكن كمان إننا نخسر حد غالي علينا بسبب المرض. وآخر مرض اللي كلنا سمعنا عنه وفي ناس كتير للأسف اتصابت به في العالم كله هو فيروس الكورونا. الفيروس ده تعب وموت ناس كتير، وطبعا كلنا كنا عايزين إننا نلاقي علاج للفيروس بأسرع وقت ممكن. كنا نتمنى انه ما ينتشرش بالسرعة دي في كل العالم، كنا بنتمنى دايما انه ما يصيبناش احنا او ما يصيبش اي حد من قرايبنا او حبايبنا. ولكن ايه لو كان في علاج لكل الامراض دي اللي بنعاني منها؟ لو كان في حد يقدر انه يشيل ويمحي كل الامراض اللي في جسم الانسان، ومش جسم الانسان بس، ولكن كمان يقدر يمحي ويشيل عنك كل انواع الامراض الجسدية والعقلية والنفسية. لو كنت تقدر انك تمنع مرض معين من الدنيا هتختار ايه؟ اكتب اجابتك في التعليقات. انا اعرف شخص يقدر يشفي الامراض كلها حتى لو من بعيد. هل ده غريب؟ خلينا نشوف الفيديو ده من انجيل متى 8:5-13 مع بعض ونرجع نتكلم تاني. ولما دخل يسوع كفرناحوم جاء إليه قائد 100 يطلب إليه ويقول: يا سيد، غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. فقال له يسوع: أنا آتي وأشفيه. فأجاب قائد 100 وقال: يا سيد، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر ائتي فيأتي، ولعبدي افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون: الحق أقول لكم، لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ثم قال يسوع لقائد 100: اذهب وكما أمنت ليكن لك. فبرأ غلامه في تلك الساعة. قصة النهاردة بنشوف حاجة مش متعودين عليها، حاجة غير منطقية للعقل البشري، وطبعا كالعادة يسوع هو فوق المنطق. وفي القصة دي بنشوف انه بيعمل اشياء خارقة للطبيعة بصورة اكبر. لازم نفتكر ان قائد الماء ما كانش يهودي، كان اجنبي من رؤساء الفرق الرومانية اللي كانت محتلة البلاد، ولكن كان بيطلب من يسوع المسيح انه يشفي غلامه. هو كان عارف قوة الكلام لأنه بكلمته كان يقدر أنه يحرك جيوش، عشان كده هو كان بيطلب من يسوع أنه يقول كلمة علشان يشفي غلامه، مع أنه يسوع عرض عليه أنه يروح معاه ويشفي غلامه. يسوع المسيح ما كانش بيفرق بين حد وكان بيسد احتياجات كل الناس، والكلام ده واضح من عرضه أنه يروح معاه بيته. وطبعا القائد ده كان عارف قوة يسوع، علشان كده هو كان عارف انه يقدر يشفيه من بعيد وبكلمة واحدة منه. كان عارف ان يسوع يقدر يخترق المسافات، كان عارف انه مفيش حاجة تقدر تمنعه، كان عارف ان قدرة يسوع الشفية ما كانتش نوع من الخدع السحرية اللي بتتطلب وجود الساحر. وبدلا من ده كان عنده علم ان يسوع المسيح عنده قوة وسلطان حقيقي، وانه يقدر يؤمر اي حاجة ويعملها لو ما كانش موجود بشخصه. بنفس الوقت بنشوف يسوع المسيح اللي استغرب من ايمان قائد المئة اللي ما كانش في حد عنده ايمان قوي زي ايمانه في اي مكان، والايمان ده كان من شخص غير يهودي.
وده يخلينا نشوف إنه يسوع مستعد وجاهز إنه يساعد أي شخص يؤمن به بغض النظر عن هويته ومعتقداته، فهو متاح للجميع. كل اللي عليك إنك تعمله هو إنك تروح لي بإيمان وهو هيساعدك. هو هيساعدك لما تطلب مساعدة لحد غيرك، حتى لو ما كنتش أنت اللي محتاج الشفاء، أطلب منه شفاء المريض وهو هيشفي، زي ما قال لقائد الماء: أنا آتي وأشفيه. هو مستعد إنه يجي لحياتك، لبيتك وعيلتك ويشفيك ويشفي أحبائك. القصة دي ما زالت حقيقية اليوم، لأن يسوع لسه بيشفي، لسه بيتخطى كل حدود الزمان والمكان، وهو قادر إنه يشفي أمراضك مهما كانت لو جيت وطلبت منه بإيمان. ليسوع سلطان على الأمراض، وبكلمة واحدة منه يشفي الجسد. ده كلام مثبت باختبارات كتير من أشخاص اختبروا قوة يسوع وسلطانه. مثلا ابن خالتي انشفى من السرطان لأنه وثق بقوة يسوع، وغيرهم كتير بيشهدوا عن قوة معجزات يسوع. إذا اختبرت يسوع في حياتك وعطاك الشفاء، شارك اختبارك في التعليقات علشان نشجع بعضنا بتجارب من حياتنا. وما تنسى انك بتقدر تتواصل معنا عبر الروابط الموجودة تحت الفيديو، هنساعدك في جميع احتياجات بقوة يسوع.